السلام عليكم وسعد الله أوقاتكم. إن لله وإنا إليه راجعون. حادث مرور بعين الرنات مساء أمس على الساعة 7:29 إثر انقلاب سيارة سياحية من نوع رونو كومبيس بالطريق الرابط بين عين الرنات وتملوكا. أدى الحادث إلى وفاة شابين 15 و17 سنة، وهما أسامة ثاء ومحمد عين، مع إصابة السائق الذي يبلغ من العمر 16 سنة وهو متواجد في المستشفى. رحمهم الله وألهم ذويهم جبيل الصبر والسلوان وأسكنهما فسيح جنات الخلد وصبر أهاليهم يا رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.